نادي عباس. يطلع مين نادي عباس ده كمان؟ ده الراجل الخفي مستر اكس، لو لقيته ممكن انقذ رقبتي من حبل المشنقة. طب سؤال يا فارس، عشان نبقى على نور كده بس من اولها، بيني وبينك انت اللي قتلته؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا اول مره اشوفه يوم اطلعه من البيت من عندي؟ بحكم الصحوبيه والعيش والملح مصدقك، بس بصراحه كده يا فارس انت لازم تخلع. يعني ايه؟ يعني تفك، تفلسع، تطير على بره. فارس انت ياما خدمت ناس، جه الوقت بقى اللي تخدم فيه نفسك. مش قبل ما افهم. تفهم ايه يا فارس؟ ما هي واضحه زي الشمس اهي. ما عرفوش يخلصوا منك بالرجاله اللي بعتوهم وراك، قالوا يلبسوك جنايه عشان يقلبوا عليك الراي العام والبوليس، وهو حصل. تقصد ان هشام الصواف واللي وراه هم اللي قتلوا ايمن واصل؟ ده بيني وبينك الكلام ده، لكن قدام البوليس مفيش غيرك انت اللي عملها. طب ما انا لو هربت ابقى بثبتها على نفسي. وفي اكتر من كده تثبيتها، ما هي متثبته ورسمه اهي. ايه ماهي؟ عملت ايه؟ في دماغه، في دماغه.